جهاز البلاي ستيشن 5 صار قريب على الأبواب، وفي نسختين، النسخة الرقمية والنسخة العادية. خلكم معنا لنهاية الفيديو علشان نساعدكم في اختيار الجهاز الأنسب لكم، لأن راح نتكلم عن عيوب ومواصفات كل نسخة من هذه الأجهزة. السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله يا الربع. بهذا الفيديو راح نتكلم على جهاز البلاي ستيشن 5، النوعين من هذا الجهاز، النسخة الرقمية والنسخة العادية، وراح نعطيكم إيجابيات وسلبيات كل نوع فيهم علشان نساعدكم في اختيار الجهاز الأنسب لكم. لكن قبل ما أبلش بموضوع الفيديو هذا، راح أعطيكم معلومات جدا مهمة لازم تسوونها أو لازم تحطونها بعين الاعتبار إذا أنتوا بتنتقلون لجهاز البلاي ستيشن 5. إذا كنتوا من الناس اللي ناويين يبيعون أجهزتهم الحالية جهاز البلاي ستيشن 4، أول نصيحة نقدمها لكم إذا كنت من الناس اللي تشتري الألعاب بالنسخة الرقمية، نصيحة انقل أغلب ألعابك أو انقل كل ألعابك إلى هارد ديسك خارجي. هذا الوقت الأنسب أنك أنت تسوي هذه الحركة. وإذا كنت من الناس اللي أنت تحتفظ أو تشتري السيديات بالنسخ الملموسة، إذا أنت كنت محتاج مادياً فنقول لك إحنا بيع هذه الألعاب. أما كنصيحة يقدم لك إياها الهب، لا تبيع النسخ الملموسة من ألعاب البلاي ستيشن 4 اللي عندك، لأن كلنا عارفين أن جهاز البلاي ستيشن 5 راح يدعم خاصية التشغيل اللي هو الباكورد كومباتيبلتي، وراح يشغل تقريباً 90% من ألعاب البلاي ستيشن 4. فأنت لما تاخذ جهاز البلاي ستيشن 5 بالمقدمة، صحيح في ألعاب جيدة أو كمية ألعاب حلوة في بدايتها، لكن الألعاب هذه أو عدد الألعاب ما تكفينا إحنا كلاعبين. فعندك ألعاب جهاز البلاي ستيشن 4 تقدر تشغلها على جهاز البلاي ستيشن 5. والنصيحة اللي بعدها، احتفظ بتسييفاتك أو التخزينات اللي عندك. إذا كنت من مشتركي خدمة البلاي ستيشن بلس، أنصحكم الحين ترفعون التخزينات كلها على الكلاود أو السحابة الخاصة لكم، علشان هذه التخزينات تنتقل معاكم لجهاز البلاي ستيشن 5 وما تضيع عليكم. وبالأخير، إذا كنت ناوي تبيع الجهاز، لا تنسى تسوي دي أكتيفيت أو عدم تشغيل خاصية البرايمري، إن الجهاز يكون برايمري. وطبعا آخر شيء تسوونه فورمات أو إعادة تعيين المصنع حق جهاز البلاي ستيشن 4 اللي عندكم، سواء كان السلم أو العادي أو حتى جهاز البلاي ستيشن برو. والحين خلونا ندخل بموضوع الحلقة، اللي هو هل أشتري النسخة الرقمية من جهاز البلاي ستيشن 5 أو النسخة العادية من جهاز البلاي ستيشن 5. ما رح أتطرق وأتكلم على مواصفات الجهاز بشكل عام، لأن النسختين يحتوون على نفس المواصفات التقنية بالضبط بدون أي فروقات، لكن الشيء الوحيد اللي يفرق وهو سعر الجهاز. النسخة العادية سعرها $499، أما النسخة الرقمية سعرها $399. بالنسبة لجهاز البلاي ستيشن 5 النسخة الرقمية، هذه نصيحتي للكل. رقم واحد، لازم يكون عندك انترنت عالي السرعة بشكل كبير، لأن كل ألعابك أو كل البرامج اللي أنت راح تنزلها راح تكون عن طريق الانترنت، لأن كلنا عارفين النسخة هذه رقمية فما فيها مكان للأقراص نهائيا. وإذا كنت من الأشخاص اللي يمتلكون جهاز البلاي ستيشن 4 حاليا وكل ألعابك تكون ديجيتال أو رقمية، فالجهاز البلاي ستيشن 5 النسخة الرقمية خيار وايد مناسب لك. وأيضا إذا كنت من الناس اللي ما تهتم بالنسخ الفيزيكال أو الملموسة أو حتى النسخ المحدودة أو الكولكترز إديشن من الألعاب، وأيضا من الناس اللي تبي توفر فلوس، ممكن أن الفرق شوية بسيط بالسعر، $100 تقريبا 30 دينار كويتي، لكن في ناس تحب توفر هذه المادة. لكن الشيء السلبي الوحيد بالنسخة الرقمية، إذا أنت ناوي تاخذ النسخة الرقمية لازم يكون عندك مكان تخزين خارجي، مو احتياط لكن إجباري. إذا أنت ناوي تاخذ هذا الجهاز أو النسخة الرقمية، لازم يكون عندك external hard drive أو hard disk خارجي، لأن سعة الجهاز 825 جيجا بنظام الـ SSD حق النوعين الرقمية والعادية. أما النسخة الرقمية، لأن كل ألعابك أنت راح تنزلها ديجيتال، فما راح يكفيك سعة الجهاز، وكلنا عارفين وسمعنا أن أحجام الألعاب راح تكون أكبر على جهاز البلاي ستيشن 5. أما بالنسبة حق النسخة العادية من جهاز البلاي ستيشن 5، فأنصح الناس اللي ما عندها أي مشكلة
بالإنترنت مثلا، يعني مو شرط يكون الإنترنت اللي عندك 5G أو الجيل الخامس حاليا، لأن كل ألعابك اللي تشتريها راح تكون بالنسخ الملموسة. والشغلة الثانية اللي بتكلم عنها بالنسبة حق جهاز البلاي ستيشن 5 النسخة العادية، إذا أنت شخص حاليا عندك جهاز البلاي ستيشن 4 وكل النسخ أو أغلب ألعابك تكون ملموسة، فأنصحك وبشدة أنك تأخذ النسخة العادية من البلاي ستيشن 5، لأن نفس ما قلت لكم بالبداية الجهاز راح يكون فيه نظام الباكورد كومباتيبلتي أو نظام التشغيل حق ألعاب البلاي ستيشن 4، فبمجرد ما أنك أنت تحط اللعبة داخل مكان السي دي بجهاز البلاي ستيشن 5 راح تشتغل معاك هذه اللعبة. وأيضا الإيجابية الأكبر بجهاز البلاي ستيشن 5 النسخة العادية مو بس أنه يحتوي على مشغل أقراص حق الألعاب، وهو بنفس الوقت راح يكون بلوراي ودي في دي بلاير. إذا أنت كنت شخص تحب تشوف أفلام أو تمتلك أفلام ومسلسلات بنظام البلوراي 4K أو حتى دي في دي، ما راح تقدر تشغلها على جهاز البلاي ستيشن 5 النسخة الرقمية لأنه ما في مدخل للأقراص، أما النسخة العادية راح يكون في هذا النظام. خلاصة الموضوع، إذا أنت كنت شخص حاليا أغلب ألعابك أو كل ألعابك على جهاز البلاي ستيشن 4 ديجيتال أو رقمية وعندك مكان تخزين خارجي كافي، وأيضا والأهم عندك إنترنت عالي السرعة جدا، فننصحك أنك تقتني جهاز البلاي ستيشن 5 النسخة الرقمية. أما إذا أنت كنت شخص حاليا كل ألعابك نسخ ملموسة وتحب تقتني النسخ الخاصة أو الكولكترز إديشن، وأيضا عندك أفلام وبلوراي وايد سيديات، فننصحك أنك تأخذ جهاز البلاي ستيشن 5 النسخة العادية، لأنك راح تقدر تدخل هذه الديسكات أو الأقراص داخل الجهاز. يعطيكم العافية يا جماعة على المتابعة، ونتمنى أن احنا فدناكم لو بشيء بسيط بالاختيار لجهاز البلاي ستيشن 5. شاركونا رأيكم تحت بقسم الكومنتات، أي نسخة راح تأخذون، النسخة الرقمية ولا النسخة العادية؟ ولا تنسون زر اللايك ونشر الفيديو. فما الله.